السلام عليكم ورحمة الله. هذه وصفة ثلاثية لعلاج السحر والحسد والعين. حقيقة أخي الحبيب قد تكون هناك مشاكل كثيرة من حولك لا تدري مصدرها. قد يقف حال إنسان ولا يدري ما الذي يحدث. قد يصاب إنسان بهم أو اكتئاب. أو توقف حال ولا يدري ما الذي يحدث. القرآن الكريم عرفنا بذلك وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقترح عليك ألا تغفل عن ثلاثة أشياء، سهلة جدا. أول شيء القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين". الشفاء هنا هل هو شفاء مادي أم معنوي؟ هل هو شفاء نفسي؟ هل هو شفاء لما في الصدور من ضيق واكتئاب ام هو شفاء لامراض حقيقيه؟ الحقيقه انا اعتقد ان كلمه شفاء هنا تشمل كل شيء، لان المرض العضوي ايها الاحبه بالنتيجه هو بامر الله يحدث، وبالنتيجه هناك اسباب للشفاء، فقد تقرا هذه الايه وتقرا ايات من القران، ببركه هذه الايات الله يقذف في قلبك معلومه معينه او يهديك لطبيب معين انت كنت غافل عنه فيكون هذا الطبيب سببا في شفائك فالقضيه اذا الطب موجود ولكن متى تهتدي للطبيب المناسب الدواء موجود ولكن كيف تهتدي للدواء المناسب وفي الوقت المناسب فاذا هنا اخي الحبيب تحتاج لهدايه من اجل الشفاء لذلك سيدنا ابراهيم كان يقول عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين كان يرد الشفاء لله عز وجل، وكلمة فهو يشفين يعني معناها ان الله يهيئ له اسباب الشفاء. قراءة القرآن ايها الاحبه مهمة جدا، وانا انصح كل انسان ابتلي بمرض صغيرا او كبيرا ان يقرأ القرآن على نية الشفاء، ونحن عرضنا ذات مرة دراسة لعالم فرنسي عندما اختبر قطرة دم وصور الهالة التي او الطاقه التي حولها بكاميرا كيرليان، طبعا مع ان هذه الدراسات غير معتمده علميا، ولكن تعطينا فكره عن اثر الصوت على الخلايا، فحسب هذا الباحث يقول ان صوتك صوت المريض المريض نفسه صوته هو الاكثر تاثيرا على خلايا جسده، وهذا منطقي، يعني الجنين في بطن امه اكثر ما يتاثر بصوت امه، بكلامها. بالذبذبات الصوتيه التي تلقيها، اكثر من تاثره بالاخرين، باصوات الاخرين، لانه جزء منها، فهذه الخلايا جزء منك فاقوى شيء يؤثر عليها هو صوتك، فالافضل اقرا القران انت على نفسك، انت اقرا وعالج نفسك بنفسك، اي مرض يصيبك سواء كان جسد يعني فيزيولوجي، جسدي، عضوي او او نفسي اكثر من قراءة القران، اول شيء الجا للقران والله سيهديك للعلاج، قد يكون العلاج بسيط وقد يكون معقد ولكن الله ييسر لك اسباب هذا العلاج، فاذا القران الكريم مهم جدا لعلاج هذا المرض العضوي والنفسي. طيب ما يتعلق بالسحر والحسد، نحن لا نرى السحر ولا نرى الحسد، هل راى احد منكم الحسد؟ لا نرى. فأنت لا تستطيع أن تتنبأ بالشخص الذي يحسدك، ربما هناك المئات يحسدونك على نعم أنت فيها، وأنت لا تدري النبي حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كادوا يهلكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر وهذا النظر العين، والنبي يقول إن العين حق والله سبحانه وتعالى جعل سوره من احب السور اليه قل اعوذ برب الفلق وختمها ومن شر حاسد اذا حسد، فينبغي الا نغفل عن هذه المواضيع ايها الاحبه، فحصن نفسك بايات من القران كل يوم كل ما احسست باي نوع من انواع الهم او المرض او وقف الحال او ضيق في الرزق او في العيش. او مشاكل في بيتك احيانا البيت سبحان الله بين الرجل وزوجته وابنائه فجاه تشعر ان هناك شيء غير طبيعي وكل واحد منا يمر بهذه المواقف اعلم ان هناك شيطان لان الشيطان يعيش معنا ايها الاحبه هو قرين اسمه القرين هو هو ملتصق بك يوسوس لك ولكن ليس له سلطه عليك فهذا الشيطان يوسوس للزوجه والزوج والاولاد والجيران والاهل ليفرق بين الازواج لان التفريق بين الازواج اكبر كارثه على المجتمع تتفرق الاسره تدمر هذه الاسره وبالتالي الولد يمكن ان يتجه في طريق الاجرام الرجل يتجه للزنا المراه وهكذا فاذا اي مشكلة تحدث معك غير طبيعية مباشرة الجأ لقراءة القرآن هذا رقم واحد. الشيء الثاني اخي الحبيب لا تغفل موضوع الغذاء لأن القرآن يقول ايضا ان كلمة الشفاء وردت مرات في القرآن منها عن النحل العسل يخرج من بطونها اي النحل شراب مختلف ألوانه ماذا؟ فيه شفاء للناس. فالعسل فيه شفاء والشفاء هنا أنا أقول لك ايضا غير محصور بالامراض العضويه، العسل فيه شفاء ايضا للامراض النفسيه وفيه شفاء للحسد والسحر وغير ذلك. ولكن الافضل ان تقرا عليه القران، يعني عندما تاتي بكاس من الماء وتذيب فيها ملعقه عسل وتقرا سوره الفاتحه سبع مرات، تقرا قل هو الله احد ثلاث مرات معوذتين، تقرا اية الكرسي تقرأ هذه الآيات ثم تشرب أثر الشفاء يتضاعف والنبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ على الماء، لم يكن يأكل شيئا إلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كان دائما يبدأ شأنه كله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا الغذاء مثل طبعا الوارد في القرآن العسل والتمر وزيت الزيتون، والغذاء الذي حدثنا عنه النبي الحبة السوداء أو حبة البركة مثل هذه الاغذيه عندما تقرا عليها القران وتتناولها تكون سببا ايضا في تسريع الشفاء، هذا الامر الثاني، الامر الثالث وهو الصدقه، قبل الصدقه زيت الزيتون مهم جدا ايها الاحبه، القران سماه شجره مباركه فيها البركه، فاذا ضاق رزقك وكثرت المشاكل في بيتك، قليل من زيت الزيتون اقرا ولو ملعقه تشربها كل يوم مقروء عليها قد تحدث تغييرا كبيرا في حياتك هو أصلا قراءة القرآن يعني قراءة القرآن تريح النفس تطرد الشيطان من البيت تجعلك هادئا تتحمل يعني وأنت تقرأ القرآن مثلا صادفت آية الله يقول لك فيها فليعفو أمر وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله يأمرك بالعفو فمهما اشتدت المشاكل في بيتك وانت تقرا هذه الايه تجد ان قلبك زال منه الحقد والضغينه وبدات تهدا اكثر ولمن صبر وغفر فان ذلك من عزم الامور الصبر والمغفره الصبر والتسامح مثل هذه الايات تجعلك اكثر صبرا واكثر قدره على معالجه المشاكل وبالتالي تجد ان المشاكل ايضا تهدا يعني القرآن أخي الحبيب ليس حبة دواء تأخذها، لا، القرآن هو كلام الله المليء بالطاقة الشفائية، كيف كيف تعمل هذه الطاقة؟ تغير سلوكك، القرآن أنا عندما أقرأه يتغير سلوكي بالكامل، عندما يقول الله لي يا أيها الذين آمنوا ودائما عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعلم أنك أنت مخاطب بهذه الآية. إذا اعتبرت نفسك مؤمنا فأنت مخاطب بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندما أقرأ هذه الآية وأكررها وأتأثر بها وأنوي تطبيقها سأكون صادقا، إذا كان هناك شخص كاذب سأبتعد عنه، إذا تعودت على الكذب في حياتي سأبتعد عن هذا الكذب، إذا تعودت أن أكذب على الزبائن في تجارتي سأبتعد وأصبح من الصادقين الصدق هذا هو أول خطوة على طريق النجاح ستصبح أكثر نجاحا عندما تكون صادقا ولا يظن أحد أن الكذب يأتي بالمال لا الكذب قد يأتيك بمال ولكن كوارثه أكبر بكثير فيما بعد فالصدق دائما ينجيك من المشاكل ويجعل ثقة الناس بك أكبر فإذا القرآن كيف يشفي كيف يعالج من خلال انه يغير سلوكك يغير معتقداتك يغير نظرتك للحياه نظرتك للاخره فتصبح اهدا وتصبح متوكلا على الله وتصبح صابرا اكثر وهذا يعينك على علاج مشاكلك في البيت مهما اشتدت تجد ان لديك قوه هائله في الصبر لان همك لم يعد البيت ومشاكل اصبح همك الاخره سيصبح همك نزول القبر، سيصبح جزء من اهتماماتك، سيصبح الهم الأكبر لك لقاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي القرآن اقرأه هكذا أو اقرأه على أي شيء تتناوله وبخاصة الأغذية القرآنية الواردة في القرآن، فهذه مصادر للشفاء بإذن الله وبخاصة من السحر والحسد والعين. الشيء الثالث أخي الحبيب الصدقة. هذه النصيحه او هذا الكنز النبوي الذي نغفل عنه، من منا اليوم عندما يصاب بمرض اول ما يفكر فيه ان يتصدق، قليل جدا، انا لا اقول لك لا تعالج نفسك، عالج نفسك واذهب الى الطبيب، وانا اعالج نفسي وانا اذهب الى الطبيب، ولكن قبل ذلك انا اتوجه الى الله واطلب منه ان يهديني للعلاج الصحيح، اقرا القران على نيه ان اهتدي للعلاج الصحيح. وأتصدق ولو بالقليل على نية أن يصرف عني هذا الداء سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول داو مرضاكم بالصدقة الإنسان إذا كثرت المشاكل في بيته أخي الحبيب هذه المشاكل قد تدمر البيت فأصبح لدينا مرض مزمن في البيت كل يوم مشاكل على أتفه سبب تحدث المشكلة طيب الجا لنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه، اعتبر ان هذا حاله مرضيه والامراض متنوعه يعني الاكتئاب مرض الامراض النفسيه امراض المشاكل الزوجيه هو مرض عندما يكون هناك توتر في البيت دائم هذا مرض، طيب داويه بالصدقه فكر ان تتصدق بالقليل والكلمه الطيبه صدقه على فكره الابتسامه صدقه النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة أن تساعد إنسان لوجه الله هذا صدقة أن تواسي إنسان بكلمة طيبة هذه الصدقة وبالتالي خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب ثلاثة أشياء إياك أن تغفل عنها قراءة القرآن والأغذية القرآنية على رأسها العسل وزيت الزيتون والتمر والماء طبعا مقروء عليه وأخيرا الصدقه لان الصدقه تطفئ غضب الرب، خاصه صدقه السر، نسال الله عز وجل ان يشفينا جميعا وان يدلنا على طريق الخير والهدى في الدنيا والاخره، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.